غاديين في 84 من سيدي بليوط حتى للولفة كيدير 50-55 دقيقة. شيء كاين بريباس كافاس بريباس كافاس مرات ايدو انفا اوتيل هذا مبنى قديم غادي يتهد شي سيد ولا شي شارع رائع بارسيلو كازابلانكا بارسيلو كازابلانكا توين شارع المسيرة مع التوين أتلانتا تأمين أتلانتا سنة للتأمين الإمارات أتلانتا للتأمين أوتوبيس خدام وترام خدام طاكسيات خدامين غران طاكسي بتي طاكسي كل شي خدام ما عندك حتى شي مشكل ولا كيف رفع العرس نقراها انا عارف على مخاينة العين وما تقسم مدينة مقهى اسمها مدينة سيدي وليلي إمارة وليلي الإمارة قديمة نتاع الشركة العامة قديمة رائعة هادي أنا دابا ماشي في شارع أنفا شارع أنفا السطاد هنا عمارة رائعة نحي راقي هنا عمارات شيء شارع ودينا شارع دخلنا شارع المسيرة
هذا كله فيلل وكله خضار. الناحية اليمين، الناحية اليمين عنده فيها قصر الملك، ناحية اليمين شيء راقي. مسجد الكوثر، مسجد الكوثر باين العلامة تاع الحي الحسن على الحديقة ديال الحي الحسن. هذا مسجد الكوثر بلبيس، حتى اللي محطة باسم اسمها محطة الكوثر. نزلنا خاصك تدق عليه ماشي نزلنا في الحي الحسن. كان عرج انا صح، الم وجع لطيف. قطعوا من هنا يا لطيف، قطعنا يا لطيف. هاي يا يا الله يستر صح. حم يا الله. ريحة النعناع عاطية من هناك، شوف هناك ريحة النعناع. الحانوت سد هذا النعناع، وما أدراك ما النعناع.